معانا النهارده دكتور هيثم حداد، استاذ امراض القلب ورئيس الامراض الداخليه جامعه ساسكاتشوان. هاي، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ الحمد لله. كنا عايزين نسال حضرتك ازاي نقوي عضله القلب. في هلا لحد حوالي 1990 ما كان في ادويه تقوي عضله القلب، كان الواحد ياخذ ادويه مشان تساعد الاعراض تتحسن. بس من سنة 90 صار في اكتشافات جديدة، صار حسن عضلات القلب، منها حاصرات البيتا أو أي عبارة عن أدوية بتبطئ القلب ومنه بتحميه من الإصابة، وفي دراسات تثبت إنه بتحسن وظيفة القلب. وكمان في أدوية يعني اسمها بالإنجليزي راس، هي رينين أنجيوتنسين بلوكرز أو إنهيبيتر راس سيستم، كمان هي كمان بالإنجليزي اسمها إيس إنهيبيتر، او بالعربي صعب لك اياها، بس اتس فيري يعني معروفه كثير عند الاطباء وعند هذا. بس هي ادويه يعني بيستعملوها عاده مشان ارتفاع الضغط الشرياني، بس اكتشفنا انه كمان هي محتمل تحسن عضله القلب. سو هي نوعان الدوايين مركز عليها مشان تحسن عضله القلب. وكمان في ادويه جديده، في دواء جديد كمان اكتشف هو بيشبه احد اثنين بس في له زياده كمان بيحسن عضله القلب. سو في عندنا حوالي 3 ادويه بتحسن عضله القلب، وكمان في بيس ميكر او بالعربي نظم خطب عتاد، يعني كمان هو عباره عن بيس ميكر خاص بنحطه بالعضله القلبيه لبعض المرضى، وهذا كمان بيحسن الوظيفه القلبيه. سو هي 3 شغلات فينا ندخل فيها مشان تحسين العضله القلبيه، واغلبيه المرضى بيستجيبوا لاحد التداخلات او اكثر مشان تحسين الوضع. تمام. ايه اللي ممكن يحصل اذا كنت بتعاني من قصور في القلب؟ اول الاعراض هي بيكون عاده الانسان بيجي لعند الطبيب بيكون عنده او ضيق نفس او بيكون تعبان، او مرات بيجي على الاسعاف بيكون عنده سوائل بالرئه ما عم بيتنفس مزبوط او اجريه بيكونوا ورمانين. سو معناتها يا اما ضيق نفس يا اما تعب يا اما احتفاظ بالسوائل بالجسم، هي اول الاعراض، وهي بتخلي المريض يجي لعند الطبيب. بعد فتره طبعا مع العلاج محتمل الامور تتحسن، بس قصور القلب هو مرض مزمن، الاعراض ما بتروح نهائيا، بترجع بتجي بالمستقبل سنه سنتين ثلاثه وبتصير اسوء مع الوقت. طبعا في تداخلات ادويه من بيس ميكر، من في قلب اصطناعي، في شغلات كثير واحد في يعملها مشان يطول الفتره انه المريض يكون ثابت. بس في احتمال كمان انه الاعراض تصير اسوء وبصير المريض ما عاد في يقدر يمشي بكثير، او يعني تقريبا متخت للصوفة وبيدخل على المستشفى كثير وبيطلع. سو في احتمال انه الاعراض تصير اسوء، وهون في لها حل طبعا، بس الحل متقدم جدا ويعني وبده هاي يعني تكنولوجي، وبعدين سعره غالي طبعا، متوفر بالخارج منه في ماكينات مشان تساعد قلب على الوظيفه او حتى زراعه قلب او شيء. بس المهم انه هذا مرض مزمن بيضل مع الانسان طول حياته. الادويه المستعمله حاليا بتخلي الاعراض تخف كثير، وبنفس الوقت المريض لازم يتبع حمية خاصة ويعمل رياضة خاصة، وكل في شغلات كثيرة يعني بنصحها للمريض إذا عملها بيطول حالة الثبات للمرض لمدة طويلة. بس بالأخير المرض عادة بيصير أسوأ، ومع الأسف محتمل إنه يجي على المريض. تمام. إيه هو السبب الرئيسي لفشل عضلة القلب؟ السبب الرئيسي لعضلة القلب لفشل عضلة القلب هو جلطة القلبية، يعني ذبحة القلبية، يعني إذا واحد صار عنده ذبحة قلبية، لأنه ذبحة القلبية عبارة عن انسداد أحد الشرايين بالقلب، وإذا ينسد شريان بالقلب بصير العضلة لما تتغذى بالشريان بتموت، وإذا تموت العضلة لما تتغذى بالشريان بصير المنطقة الباقية من القلب بدها تعوض عنها، بيكون صار ضعف عضلة القلب. اول سبب لانه في قسم ميت، والسبب الثاني القسم الثاني عم بيشتغل زياده، عرفتي كيف؟ فيعوض الوضع، بيصير ضعف عضله القلب. هي هو السبب الرئيسي لقصور القلب بعتقد بهالمنطقه هون العربيه. بعدين في عندك الارتفاع الضغط الشرياني، اذا ارتفاع الضغط الشرياني راح سنين بدون معالجه كمان هذا بيعمل تاثير سلبي على العضله القلبيه، بيعمل
قصور عضلي قلبي انبساطي، ما عاد القلب بيعمل استرخاء وبصير يعطي ضيق نفس وتعب للانسان. كمان في اعراض ثانيه كمان متوفره بهالمنطقه هون، امراض الدسامات. اذا واحد عنده امراض الدسامات، قصور دسام او تضييق دسام، والدسامات ما تعالجت بالوقت المناسب، محتمل تأثر على العضلة القلبية وتسبب توسع بالعضلة، وهذا بيؤدي لضعفها، يعني توسع بالقلب وهذا بيؤدي لضعف العضلة القلبية قصور القلب. هاي الأسباب الرئيسية. بعدين في أسباب يعني ما كتير دارجة بس بتصير عند ناس، يعني فرق يعني كمثل، يعني أحد الأسباب عند الإمرأة مثلا بعد الولادة محتمل يصير عندها قصور القلب. طبعا يعني ما انه كثير يعني السبب دارج بس بصير، يعني حالات كثير بتجينا انه هي بقى هي كمان سبب ثاني عند النساء انه يصير عندهم. وكمان في سبب يعني كمان ما انه كثير يعني مشهور، مرات بيكون في مرض عائلي، بيكون في جينات بالعائله، اذا واحد عنده هالمرض محتمل الاخوه والابناء يكون عندهم نفس المرض. بشكل عام هي الاسباب، بس كمان في اسباب نادره، اذا عديت لكم في حوالي 20 سبب، بس هذول بيكونوا مسؤولين عن حوالي 95% و 97% من الحالات. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، تشرفنا. يعطيك العافيه. ميرسي. اوكي.